سعيدة، نحن وين ونحن مين؟ أمسيتين للفنان سامي حواط وفرقة الرحالة على خشبة مسرح المدينة. الأولى 8:30 يوم الجمعة، أما الثانية فيوم الأحد المقبل. الحفلتين برعاية اتحاد شباب ديمقراطي اللبناني وبتتضمن خليط من أغاني حواط القديمة والجديدة. مكمل مثل ما كنت، يعني مكمل ومقتنع باللي انا فيه بالنسبه للموسيقى. وبحب اقول شغله انه عن مجموعه الرحاله، الشباب اللي معي، هذه بالنسبه لي اساس، لانه هي مرتبطه بالنفسيات والقناعه الذاتيه بيني وبينهم، وانا بعتبرهم مثل اولاد. ونحن عايشين بهذا البلد وبنعرف كيف يعني، وبنعرف الصعوبات. انا اذا قلت في صعوبات يمكن بحق لي اقول في صعوبات، لانه انا صاحب مبدا يعني بقوله من عرق جبيني ومن اللحم الحي مثل ما بيقولوا. كانا واللي بيعرفني بيعرف، لانه مش كل واحد بيقول انه في صعوبات بشكل عام اكيد، بس انا بالنسبه لشغلي كفنان وكموسيقي بهذا البلد، ويمكن هاي شغلة منيحة لألي يعني، بتخليني أنه دلني مثل ما أنا ما مسير واحد تاني. نحن مثل اللي عم بيقاوم الريح، عم نمشي بعكس التيار لحتى لنقدر نوصل صوتنا، لنقدر نوصل أفكارنا اللي من وراها نحن عم بدنا نكون أو نعمر وطن يقدر الإنسان يعيش فيه بكرامة. الفنان أولى سعادة نخلي عم يعود للمسرح بعد غياب، وهالمرة من كازينو لبنان ليختتم أيام عيد الحب بسهرة غنائية كبيرة نهار السبت، راح يطلق عبر أيضا أغاني ألبومه الجديد. شو اشتقت تعاتبيني، اشتقت تحاسبيني، اشتقت تعاتبيني، وين رحت وين جيت. عم حضر ألبومي، كانت بآخر فترة ومفروض ينزل قريبا، فحبيت بعيد الحب نكون شوي هيك جامعينه مع بعض، مبين أنه يعني بكره حفلتنا بتكون اذا بدك ختام حفلات عيد العشاء، وبيسمعون الله راد بحفله بكره مجموعه كبيره من الالبوم الجديد اللي هي هدف الحفله انه اطلاق الاغاني الجديد. شو اسباب هيدا الغياب؟ هو كان في سببين، في سبب شوي شخصي، انا كان عندي ظروف ما كنت شوي يعني حاسس اني قادر اقدم فن. السبب الثاني العالم العربي كله كان تعبان، يعني قلنا نحن يمكن هلأ وقفت الحرب، نزعت إذا بدك أو روحت لنا أجواء كنا عايشين فيها ببسط وفرح بعالمنا العربي كله. فإن شاء الله هلأ بتكون خلصت هالمرحلة على كل الناس، ترجع في شوية تفاؤل، شوية حب، شوية رواق، شوية راحة بال، تنرجع نقدر كلنا سوا نعمل فن ونقدم فن ونشارك الناس بأفراح. طيب لكن ممنوع جمهورك أنه حضرتك بدك تستأنف العمل الفني وفيت فيه للآخر؟ خلص ما خلص للي حابين وللي مش حابين. كون الشرق كون الغرب، كون السلم كون الحرب، بس لا تكون محيرة. لهون مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهيتها، منشوفكن، باي باي.